النقطة الرابعة أنه صلى الله عليه وآله قال: وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. فإن السؤال يحصل بأن الضيف ينبغي إكرامه واحترامه، فإذا كان الناس في ضيافة الله إذن فهم مكرمون ومحترمون. إلا أن الأمر يبدو للإنسان البسيط طبعا يبدو بالعكس، فإن ضيوف الله في شهر رمضان جائعون خلال الصوم، وضيوف الله في ذي الحجة وهم الحجاج يتعبون في إنجاز الحج، وهذا يكون على خلاف الإكرام والاحترام. وجواب ذلك في نقطتين: الأولى إن هذا الجوع والعطش والتعب إنما هو دنيوي محض، بطبيعة الحال واضح جدا، وليس المقصود في ذلك، وليس المقصود من خطبة النبي هو ذلك، أو قل ليس المقصود هو الإكرام في الدنيا، بل الإكرام في الآخرة وإعطاء المزيد من الثواب والأجر للعاملين في سبيله. إذن المراد من الضيوف إنما هم ضيوف الآخرة وليس ضيوف الدنيا. النقطة الثانية: إن الله تعالى لا يعطي العبد، لاحظوا، لا يعطي العبد عطاء مجانيا إطلاقا، وهذا قانون ماشٍ بين جميع الناس حتى المعصومين سلام الله عليهم، وإنما يحصل الثواب على العمل، وأما بدون عمل فلا يحتمل حصول الثواب أصلا. وفي الحكمة: القدم الأول من العبد والثاني من الرب. وفي الحديث القدسي: من تقدم إلي شبرا تقدمت إليه ذراعا. ويعني ذلك أنه لو لم يفعل العبد أي شيء ولم يبادر إلى أي طاعة لا يحتمل أن يكون مستحقا للثواب. إذن لاحظوا، إذن فضيافة الله في الآخرة منوطة بالعمل، ومن هنا أمر الله تعالى عباده بذلك، بالعمل على مختلف مستوياته وأنواعه. فشهر رمضان فيه الصوم، وشهر ذي الحجة فيه الحج، والأموال فيها ضرائب الزكاة والخمس، وهكذا.